أزرق وأحمر وبرتقالي، ألوان مختلفة ميزت شاشات التلفزيون والشوارع البريطانية مع اقتراب الانتخابات العامة. هذه الألوان تعبر عن الأحزاب المترشحة، فاللون الأحمر يميز حزب العمال ويرمز إلى دماء العمال الذين ماتوا خلال النضال ضد مضطهديهم إبان الثورة الفرنسية. وعند تأسيس الحزب في بداية القرن العشرين، استخدم العمال العلم الأحمر كشعار رسمي قبل أن يتغير إلى وردة حمراء. أما عن اللون الأزرق فهو يمثل حزب المحافظين، وقد تبنى الحزب ألوان علم بريطانيا في البداية، لكنه اختار الأزرق كلون أساسي كونه اللون السائد في العلم. أما عن اللون البرتقالي فهو يمثل حزب الديمقراطيين الليبراليين البرتقالي، فقد انبثق من مزيج ألوان الحزبين اللذين تم إنشاؤه منهما، وهما الحزب الليبرالي باللون الأصفر والحزب الديمقراطي الاجتماعي باللون الأحمر. تقارير قالت إن هذه الألوان تسهل عملية التعرف على الأحزاب بالنسبة للناخبين، كما تعكس هوية الحزب.